انا عايز اقول لكم يا جماعه، حتى في الفاصل عماله تقول لي انا عايز اعرف انتوا جبتوا المعلومات دي منين. احنا لسه في معلومات اكتر بكتير، بس جزء من المعلومات دي انا هقولها ونشوف هي صح ولا لا، وجزء من المعلومات دي احنا هنسمعها. فنبدا باول حاجه نسمعها. هو حاجبك ده حاجبك. جاهزه؟ جاهزين يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ يلا بينا ننزل باول فويس نوت. حصل لنا كان موقف كده مش عارف يعتبره لزاز ولا لا، ان مثلا في الهانيمون احنا رحنا تايلاند، فحنان اختارت جزيره في اخر تايلاند، وصلنا الساعه 8:30 بالليل. الافيه اللي حصل بقى ان لقينا حد لابس نظاره شمس الساعه 8:30 بالليل بيفتح لنا الباب بتاع المنتجع سلو موشن. دخلنا على الريسبشن لقينا هو نفس الراجل برضه بيضحك ابتسامه كده بلهاء، وطبعا احنا مش فاهمين منه حاجه. اللي وصل لنا الشنط للاوضه نفس الراجل. الصبح في المطعم هو نفس الراجل. عايزين نطلع تريب هو نفس الراجل، لدرجه ان انا قلت لحنان هو المنتجع كله ما فيهوش الا الراجل ده بس اللي شغال. قلت لها بصراحه انا قلقان، انا حاسس ان الراجل ده هيطلع زي الافلام الرعب بيطلع لنا بالليل ويقوم خياله باين مع الرعد على الحيطه ويموتنا انا وانت. فقعدني 4 ايام الراجل ده انا مرعوب منه. في موقف كمان، حنان بتحب النظافه فوق الوصف، يعني عندها فوبيا النظافه لدرجه ان هي ما خدتش بالها. في مره كنا عازمين حد بعد الجواز على طول برضه في بيتنا، والناس قاعده وتغدينا وبتاع، فالناس قاعده راحت جايبه المقشه والجاروف وقعدت تكنس حواليهم مطرح ما كنا قاعدين بناكل. فدخلت قلت لها حبيبتي عيب التكنسي والناس قاعده، معناها ان انت بترضيهم يعني. قالت لي بجد انا ما اعرفش، بس انا يعني حبيت انضف مطرح مكاننا عشان خاطر يوم هم قاعدين في نظافه ما حدش يدوس على حاجه. لا انا ما خدش بالي. فهي يعني من كتر ما هي بتحب النظافه ما كانتش مركزه ان ده حاجه عيب يعني. قلت لك شكرا استاذ امين الحقيقه على المعلومات العظيمه دي. اوعى تكوني كررتيها تاني بقى بعد كده. لا 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 خلاص اتعلمنا بقى. لا خلاص، بس انا مش قادره اصدق اني ابقى قاعده وسط ناس وعندي في البيت واسيب حاجات واقعه على الارض. اي بس يعني خلاص في اللحظه دي يعني ما يصحش. ما احنا اصلا قاعدين ساعتين ثلاثه هنفضل قاعدين وفي حاجات لازقه على الارض او هيدوسوا عليها. انا كنت عايزاهم يقعدوا في نظافه، وبعدين عينيا ماذيه طول ما هموت واشيل الحاجات من على الارض، هموت مش قادره. طب وانا هموت واعرف الراجل اللي فضل معاكم في كل حاجه في الرحله دي. لا لا طلع ايه في الاخر؟ رعب. ما اعرفش هو كان كمين، هو اصلا كمان امير لانه بيحب الهيصه والدوشه واللمه جدا. وانا بحب الاستجمام والاسترخاء، وانا كنت يعني متخيله انه شهر العسل بقى هنبقى عمر الشريف والست فاتن حمامه. والشموع بقى والرومانس وبتاع، واتاريه هو عايز بقى نجري ونطلع فرهضه وتنطيطه. فانا يعني اخترت جزيره هو بقى هيتنقط. وبعدين قاعد يقول لي الراجل ده هيطلع علينا ويقتلنا. وفعلا كل ما نروح في حته ما نلاقيش غيره، يعني حسينا ان احنا فعلا في كمين.